ها هو العراق العظيم، تشرق شمس كردستان فيه على يوم جديد من أيام الديمقراطية التي تتجذر ويترجمها المواطن والسياسي والحزب والدولة على حد سواء إلى عمل ملموس وتداول واضح للسلطة يضاهي أكثر تجارب الديمقراطيات في المنطقة والعالم، رغم أننا لازلنا نعمل على تحسين الأداء الديمقراطي ونتعاون من أجل إصلاحات من شأنها أن تتقدم بالنظام السياسي إلى الأمام وتمكن الدولة من خدمة المواطن وتعزيز الحريات العامة والحفاظ على التنوع والتعدد. نبارك انتخاب فخامة الأخ نيتشيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق، وأن هذا الانتخاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العمل السياسي ومثالاً حياً لاحترام الدستور وإرادة الشعب من جهة، وترجمة حية لتعزيز دور الجيل الثاني في العملية السياسية والذين اكتسبوا خبرة مهمة طوال عملهم مع القادة من الجيل الأول في العملية السياسية بعد التغيير، حيث تنتظر الأخ الرئيس مهمة استكمال الحوار والتواصل مع بغداد لحسم وإنجاز العالق من الملفات وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم، كما أننا أمام اختبار الشروع بإيجاد حلول لجميع المشاكل وتصفيتها وتصفيرها. وأعتقد أن الأخ فخامة الرئيس، بل أجزم، سيكون قادر على إنجاز هذه المهمة